أسامة ألف مبروك. فوز كان مطلوب قبل ماتش السوبر، ولكن في بعض الفترات تحس إن يعني بعض اللاعبين تلعب على قد المباراة، زي ما قال الكابتن شريف، يعني أنت خدت المكسب من الشوط الأولاني، ففي أريحية أو في اطمئنان داخلي من جواه إن هو كسبان الماتش، كسبان الماتش. ولكن أحيانا كمان لعيبة في الملعب ممكن تكون بتفكر في الماتش اللي جاي، والماتش يعني اللي جاي ماتش مهم جدا. ماشي، الماتش الجاي ماتش مهم، بس الاهم اللي بيبقى قدامي مظبوط الشوط الثاني. انا يمكن قلت لك النادي الاهلي في قدرته ان يجيب جون ثاني وثالث، وقلت لك اخر 20 دقيقه ممكن اسوان تبتدي يحسوا بتعب وكده، لكن انت في جزئيه انت عملتها الشوط الاولاني وللاسف استمرت وباكتر الشوط الثاني، اللي هي الصربعه. الصربعه في فرق كبير بين سرعه الاداء التسرع. وفي فرق التسرع. يعني احنا بنقولها باللغه كده الدرجه صربعه، يعني لعيبه متسرعه جدا في انها تنقل الكوره من تحت لقدام، تفقدها مش مشكله، يتصرف غلط مش مشكله، المهم ان هو عايز بسرعه يحط الكوره لقدام. ده مش مطلوب كتير في الكوره، يعني مش في كل وقت السرعه مرتبطه بالاداء وتنظيمه. في انت كسبان 1-0، 1-0، انا بتكلم على الثلاث نقاط، 1-0 زي 5-0. ال5-0 يجولك بس يبقى في تركيز وهدوء. انت الشوط الثاني عارف انت الملعب فيه متشعل كده زي ما قلت، صربعه، يعني تفقد الكره بسرعه وتتلعب بسرعه، وحتى من اسوان وتيجي بسرعه وتلعب. فخط السيطرة تماما، مفيش ضبط للإيقاع الأداء، مفيش استحواذ وسيطرة على وسط الملعب، مفيش هجمات معمولة بتركيز وهدوء، إلا غير يعني كورة ولا كورتين في الشوط الثاني. الغريب إن أنت فقدت السيطرة تقريبا من بعد 10 ولا 15 دقيقة من الشوط الثاني، والسيطرة راحت لأسوان برضو اللي ما عملش خطورة على الشناوي ولكنه دخل في أجواء الماتش. ف حتى التغييرات، يعني انت المفروض التغييرات في الماتشات اللي فاتت عملتها اسعفتك. النهارده التغييرات كلها نزله مستعجله، يمكن هو بيرسي تاو بس نزل في الدقيقه 85 عمل كورتين ثلاثه بتركيز كده ووصل بيهم، لكن كريم نازل مستعجل جدا ومستربع وبيخش في اوقات غريبه، محمد شريف مستعجل جدا، و سافيو يعني عايز اقول ايه، تحس انه بيلعب اكنه بيلعب كره خماسيه، يعني عايز ياخد على الطاير جوه ال 18 في الزحمه، وعايز يعني ما لحقش ما عملش حاجه يعني. فالتغييرات حتى ما اضافتش للفرقه انك انت تقدر تتحكم في الماتش وتعمل خطوره على مرمى عمرو حسام وتبقى ليك الغلبه بوضوح. انا قلت لك الماتش بقت عمليه فيها استعجال جدا، فيها فقد الكره كتير جدا. عمرو السولية لما نزل، عمرو لعيب كبير ولعيب من اهم لعيبه النادي الاهلي، مش معنى انه قعد ماتش او ماتشين انه سهل جدا يرجع يبقى اساسي تاني، بس الواضح انه هو زي ما يكون مش مبسوط وهو بيلعب، ولذلك انت ما 45 دقيقه ديانج تشال حسيت ان انت فقدت السيطره على وسط الملعب. يعني عمرو حركته كانت قليله جدا، مش بيلعب مبسوط، مش بيلعب يعني كده، ما اضافش للفرقه رغم ان هو واحد من اهم عناصر الفرقه. فالشوط الثاني ما عجبنيش تماما يعني، لكن في النهايه انت كسبت 1-0 وخدت الثلاث نقط، والمهم انك انت تركز بقى انك عندك ماتش الجاي ببطوله ما فيهوش بقى تهاون، ما فيهوش عدم تركيز، ما فيهوش عدم استغلال الفرص. فالشوط الاول كان معقول وجيد، الشوط الثاني فقدنا فيه اشياء كتيره جدا، واهمها انك انت ما كنتش مسيطر على وسط الملعب بشكل كويس بعد خروج ديانج.